السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تراجع أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم في الأسواق. أسعار مواد البناء محليا: سجل الحديد الاستثماري للطن 17595 جنيه بزيادة 42 جنيه، أما حديد عز سجل 18025 جنيه بتراجع 226 جنيه، أما الأسمنت الرمادي سجل الطن 1421 جنيه بتراجع 23 جنيه. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.